الدرس الرابع: التكيف عند الحيوانات. نشاط واحد: التكيف عند السمكة. واحد: احضر سمكة تسبح في الماء. اثنان: اصف شكل السمكة. للسمكة زعانف علوية وسفلية وجانبية وذيلية. للسمكة قشور. ماذا أسمي شكل السمكة؟ شكلها انسيابي، ليساعدها على السباحة. ماذا يغطي جسم السمكة؟ يغطي جسمها القشور لحمايتها من المؤثرات الخارجية. أرفع غطاء الخياشيم بأصبعي وألاحظ الخياشيم، ما أهميتها؟ أهمية الخياشيم تساعد السمكة على تنفس الأكسجين الذائب في الماء. نشاط 2: التكيف عند الخروف. الخروف من حيوانات بيئة المراعي والحقول، ويتغذى على الحبوب والأعشاب. ماذا يغطي جسم الخروف؟ يغطي جسم الخروف الصوف لحمايته من حر الصيف وبرد الشتاء. ألاحظ نهاية أطراف الخروف لتساعده على المشي. أتفحص أسنان الخروف بمساعدة معلمي وألاحظ أنها مسطحة وعريضة. هذه الأسنان لطحن الحبوب وتقطيع الأعشاب. أستنتج أن التكيفات عند الخروف: 1- يغطي جسم الخروف الصوف لحمايته من العوامل المناخية. 2- يمتلك الخروف أسنان عريضة ومسطحة لطحن الحبوب وتقطيع الأعشاب. 3- توجد أطراف في نهاية أرجل الخروف لتساعده على المشي. نشاط 3: نمثل معا. بينما كانت سمكة جميلة تسبح في بحيرة صغيرة تكثر حولها الحقول والمراعي، إذ بخروف يتمشى جانب البحيرة يأكل الأعشاب ويطحنها بأسنانه المسطحة، وفجأة سمع صوتا يتردد صدى من أعماق البحيرة، فقال: ماذا هناك؟ أخرجت السمكة رأسها من الماء ودار بينهما الحوار الآتي: السمكة: أنا السمكة، انظر إلى شكل الانسيابي، ما أجملني وأنا أخترق الماء بزعانفي الجميلة وذيلي المميز. الخروف: أنا الخروف، انظري إلى أطرافي، كيف تساعدني على التنقل بين الحقول والمراعي؟ السمكة: لي قشور لامعة مرتبة وصلبة وخياشيم وردية تعانق الماء لتأخذ منه الأكسجين. الخروف: لي صوف مجعد وأتنفس الهواء الجوي. السمكة: أنت مهذب جدا، لماذا لا تأتي وتعيش معي؟ الخروف: وكيف لي ذلك؟ فأنا لا أمتلك صفات تجعلني قادرا على العيش في البيئة المائية. السمكة: هيا يا صديقي نتأمل تكيف الكائنات الحية الأخرى ونتعرف على صفاتها التي تساعدها على العيش في بيئتها. ما الشخصيتان الرئيستان في الحوار السابق وأين يعيش كل منهما؟ السمكة تعيش في الماء، الخروف يعيش في الحقول والمراعي. نشاط 4: التكيف عند الطيور. نلاحظ الصور الآتية: صور الطيور المختلفة. الصورة الأولى: عقاب الثعابين. الصورة الثانية: حمامة. الصورة الثالثة: بلبل. الصورة الرابعة: بطة. الصورة الخامسة: عصفور الشمس الفلسطيني. الصورة السادسة: نقار الخشب. تتميز الطيور بالشكل الانسيابي، ويغطي جسم الطيور الريش، ومعظم الطيور تمتلك 4 أصابع. تحولت أفواه الطيور إلى مناقير.
وتحورت الأطراف الأمامية للطيور إلى أجنحة، وتختلف الطيور في شكل المناصير والأرجل. أختار ومجموعتي أحد الطيور الموجودة في الصور أعلاه وأتعاون مع زملائي في وصفه. اسم الطائر والوصف. نختار البط. الوصف: شكل الجسم انسيابي، غطاء الجسم الريش، شكل المنقار عريضة مفلطحة مسننة، شكل الأرجل يوجد غطاء غشاء جلدي رفيع بين أصابعها ليساعدها على السباحة. بما تتشابه الطيور وبما تختلف؟ تتشابه الطيور بالشكل، شكلها انسيابي، وشكل الجسم يغطي جسمها الريش، ومعظم الطيور تمتلك 4 أصابع، وتختلف في شكل المناقير والأرجل. هل جميع الطيور تحلق عالية في السماء؟ لماذا؟ وأعطي أمثلة. لا، ليس جميع الطيور تحلق عالية في السماء، مثل النعامة والبط والدجاج لا يحلق عالية في السماء. أحدد بالتعاون مع زملائي خصائص الطيور التي تساعدها على الطيران من القائمة الأولى وأكتبها في القائمة الثانية. لها شكل انسيابي، لها أرجل يغطي أجسامها الريش، لها أجنحة وذيل، ولها مناقير. نشاط 6: أرجل الطيور مختلفة. صفات الأرجل والغرض منها: يوجد غشاء رقيق بين أصابعها ليساعدها على السباحة. لها أظافر في نهاية أصابعها لنبش الأرض بحثا عن الغذاء. لها مخالب معكوفة في نهاية أصابعها لتمزيق الفريسة. لها إصبعان فقط ليتمكن من الوقوف على ساق الشجرة. نشاط 7: سفينة الصحراء. حيوان أليف يسير في الصحراء بالحمل والأعباء، يختزن الطعام، يساعد الأنام، ويحمل الأثقال، ويحقق الأمال. إنه الجمل، سفينة الصحراء. أكتب اسم الحيوان: الجمل. أصف الحيوان في الصورة. ماذا يغطي جسم جسم الجمل؟ الوبر، ليحميه من العوامل المناخية. ما الذي يساعده على السير والرمال؟ وجود خف عريض للجمل يساعده على المشي على الرمال. أين يختزن الطعام؟ يخزن الطعام في السنام. نشاط 8: التكيف عند الجمل. اكتب اسماء الاجزاء المشار اليها على الصور الاتية: سنام، وبر، بطن، عين، خف. اكمل الجدول. الصفات وكيف تساعد الجمل على التكيف مع الصحراء: الوبر، يغطي جسمه الوبر ليحميه من العوامل المناخية. البطن، بطنه كبير يخزن الجمل الماء في بطنه. السنام، السنام يخزن الجمل فيه الطعام. الخف، الخف عريض ليساعده على المشي على الرمال. الشفة المشقوقة لتساعده على أكل الصبار. برأيكم لماذا يسمى الجمل سفينة الصحراء؟ لأنه يتحمل الجوع والعطش والحرارة الشديدة. نشاط 9: الضب القطبي. أتأمل الحيوان في الصورة الآتية وأتعاون مع زملائي في وصفه وأجيب. 1: أكتب اسم الحيوان، اسمه الضب القطبي. أين يعيش؟ يعيش في المناطق الثلجية. 2: ماذا يغطي جسمه؟ يغطي جسمه الفرو الأبيض السميك. ما فائدة هذا الغطاء؟ لحمايته من البرد.
ما لون غطاء الجسم؟ أبيض. ما فائدة تشابه لونه مع لون مع لون الثلج لحمايته من الأعداء؟ ما الذي يساعده على تحمل البرد؟ يوجد تحت جلد الدب القطبي طبقة من الدهون السميكة تساعده على التكيف وتحميه من البرد. ألخص التكيفات التي تساعد الدب القطبي على العيش في البيئة القطبية. 1- يغطي جسم الدب القطبي الفرو الأبيض. 2- توجد تحت جلد الدب القطبي طبقة من الدهون السميكة. 3- لون الدب القطبي أبيض ليساعده على الاختباء من الأعداء. وللدب القطبي أرجل خشنة وعريضة.